السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس أو أي فعل جنسي. ما هي الموافقة الجنسية؟ الموافقة الجنسية هي طلب وإعطاء الإذن بلمس جسد شخص ما بطريقة جنسية أو للانخراط في أي فعل جنسي. إنها اتفاقية حرة وطوعية، يجب أن تأتي الموافقة مباشرة من الشخص. هذا يعني أن شخصا آخر مثل أحد أفراد العائلة لا يمكنه منح الموافقة نيابة عن شخص آخر. يمكن أن تكون الموافقة شفهية مثل قول نعم، أو يمكن إظهارها من خلال لغة الجسد أو الكتابة. إنه تفاهم مشترك بين كلا الشخصين. لا تعتبر موافقة إذ تسببت في عدم ارتياح شخص ما أو عدم موافقته. إذا منحك شخص ما الموافقة على لمس جسده فيمكنه تغيير رأيه وسحب موافقته في أي وقت. يجب ألا تضغط على شخص ما أو تجبره على منح الموافقة. تقع على عاتقك مسؤولية طلب الموافقة وتلقيها بالقول أو القيام بشيء ما لمعرفة ما إذا كان الشخص الآخر يعطي الإذن. ما هو السن القانوني لإعطاء الموافقة؟ نحن نحترم الاعتقادات والمعايير الثقافية المختلفة، ومع ذلك هناك قوانين فيكتوريا التي يجب على الجميع الالتزام بها. توجد قوانين في أستراليا تتعلق بالسن الذي يسمح فيه للشخص أن يعطي موافقته لممارسة الجنس. يؤثر سن الشخص على ما إذا كان بإمكانه أن يعطي موافقته، وهذا يشمل ليس فقط لممارسة الجنس ولكن لأي فعل جنسي. ما هو السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس أو أي فعل جنسي؟ كل من عمرك وعمر الشخص الآخر مهم للغاية. لا يمكن لأحد تحت سن 12 عاما أن يعطي الموافقة لممارسة الجنس أو أي فعل جنسي. تعتبر المشاركة في أي فعل جنسي مع شخص أقل من 12 عاما فعل غير قانوني في جميع الحالات. إذا كان عمرك يتراوح بين 12 عاماً و 15 عاماً، فيجب أن لا يكون الفرق بالعمر بينك وبين الشخص الآخر أكثر من 24 شهراً، أي سنتين. إذا كان عمرك يتراوح بين 16 عاماً و 17 عاماً، يمكنك أن تعطي موافقتك للمشاركة في الفعل الجنسي مع أي شخص أكبر سناً منك، طالما أن الشخص الأكبر في العمر ليس في موقع رعاية أو إشراف مثل المدرس أو المدرب أو الشرطة. حتى إذا كنت في علاقة ما زال يتوجب عليك الالتزام بهذه القوانين. أمور يجب أن تتذكرها: يجب عليك دائما الحصول على الموافقة قبل الاشتراك في أي فعل جنسي. يتمتع كلا الشخصين بصوت أو حق بغض النظر عن الجنس أو الهوية الجنسية، ويجب أن يوافق على اللمس أو أي فعل جنسي. نصائح لاتباع السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس أو أي فعل جنسي: تأكد من السؤال عن عمر الشخص الآخر. إذا لم تكن متأكدا من وجود موافقة توقف. تواصل دائما مع الشخص الآخر وتأكد من اتخاذ الخطوات الصحيحة قانونيا للحصول على موافقته. إذا كنت تسافر إلى ولاية أسترالية مختلفة أو إلى خارج أستراليا، فيجب عليك مراجعة قوانينها المتعلقة بالسن القانوني لإعطاء موافقة. السن القانوني للموافقة على ممارسة الجنس أو أي فعل جنسي والقانون: إذا تجاهلت القوانين المتعلقة بالعمر فأنت تعتبر مخالفا قانونيا. قد يتم اتهامك بارتكاب جرائم جنسية جنائية مثل التحرش بالجنس والاعتداء الجنسي والاغتصاب. أهم جزء في العلاقات في أستراليا هو الاتفاق والاحترام المتبادل والتواصل. من أين تحصل على المساعدة؟ 000 الذي هو الطوارئ.
تحدث إلى شخص بالغ تثق به، المستشار في مدرستك. Cultura Hub 03-52-60-6000 Lifeline 131114 The Orange Door 1800-312-820 The Sexual Assault Family Violence Center 5222-4318 Headspace Geelong 5222-6690 Parong Community Legal Service 1300-430-599